عليكم ورحمة الله وبركاته إلى طلبتنا الأعزاء المرحلة الثالثة لمختبر الكيمياء التناسقية. موضوعنا لهذا اليوم نتحدث فيه عن أهم الملاحظات الموجودة ضمن السلاسل الانتقالية الرئيسية الثلاثة D1 وD2 وD3 الموجودة ضمن الجدول الدوري. قبل أن ندخل في تفاصيل السلاسل الانتقالية الرئيسية، لابد أن نأخذ نبذة تعريفية عن الجدول الدوري. ما بسيطة عن الجدول الدوري والعناصر الانتقالية. عمد علماء الكيمياء إلى ترتيب العناصر الكيميائية وتنظيمها ضمن الجدول الدوري بالاعتماد على العدد الذري، ولكل منها والخصائص الكيميائية التي تميز كل عنصر عن غيره. ثم استطاع العلماء بتقسيم الجدول الدوري إلى مجموعات رئيسية، وكانت تتضمن عناصر كيميائية محددة تتشارك صفاتها مع بعضها البعض وتختلف بها عن بقية المجموعات تماماً، كما هو في حال العناصر الانتقالية والتي تشمل المعادن فقط، وأيضاً يطلق على العناصر الانتقالية باسم آخر باسم عناصر النقل. إذن لاحظتوا طلبتي الأعزاء إنه العلماء أثناء تقسيم الجدول الدوري على شنو ما معتمدوا؟ اعتمدوا على العدد الذري، لأن كل عنصر يمتلك عدد ذري يختلف عن العنصر الآخر، وبالتالي أنا حستفاد من هاي الميزة بالاختلاف بالأعداد الذرية، لأن أقدر إنه أعرف إنه هذا العنصر يقع ضمن سلسلة انتقالية أولى، ضمن سلسلة انتقالية ثانية، ثالثة، بالتالي أقدر أميز نوع التهجين، نوع الصفة المغناطيسية وغيرها من الصفات اللي نقدر نلاحظها في أي معقد تناسقي. لاحظ هنا الجدول الدوري قاموا الكيميائيين أو العلماء بتقسيمه إلى أربعة أقسام. القسم الأول كان يشمل العناصر المجموعة الرئيسية التي كانت مؤلفة من عمودين وتقع إلى يسار الجدول الدوري في أقصى. أما القسم الآخر اللي يكون مقابل اليسار في جهة اليمين كان يشمل الفلزات واللا فلزات واللي هي كانت ستة أعمدة. هذا بالنسبة للقسم الأول من الجدول الدوري. القسم الثاني من الجدول الدوري هو كان يشمل العناصر الانتقالية الرئيسية والتي كانت تحتل وسط الجدول الدوري، والتي سميت بعناصر قسمت إلى عناصر انتقالية رئيسية اللي هي دي، والتي تشمل ثلاثة سلاسل انتقالية، وقسمت إلى عناصر انتقالية ثانوية أو نسميها بالداخلية اللي هي F المتمثلة باللانثانات والأكتينات. طبعا اللانثانات والأكتينات هي موجودة أسفل العناصر الانتقالية الرئيسية واللي هم يحتلون وسط الجدول الدوري، لذلك تعتبر العناصر الانتقالية الرئيسية هي جسر يربط ما بين جزئي الجدول الدوري ما بين جهة اليسار واليمين. فالوسط من الجدول الدوري ماذا نطلق عليه؟ نطلق عليه بالعناصر الانتقالية الرئيسية اللي هي دي، واللي هي ثلاثة أنواع من السلاسل الانتقالية، ولكل منها عدد ذري يختلف عن العدد الذري بالسلسلة الأخرى، وله ترتيب إلكتروني يختلف عن الترتيب الإلكتروني من سلسلة إلى أخرى. إن شاء الله بعد قليل سوف نتطرق إلى هذا الموضوع. هناك في التعليق يقول لك لماذا تدعى عناصر اللانثانات والأكتينات في الجدول الدوري بالعناصر الانتقالية الداخلية، أو لماذا تسمى عناصر F اللي تمتلك أوربيتالات F بالعناصر الانتقالية الداخلية؟ الجواب لكونها تمتلك عددا ذريا يأتي بين أول عنصر والثاني في آخر صفين من العناصر الانتقالية. حتى أفهم هذه الفقرة انتقل إلى الموضوع اللي بعده حتى يوضح لكم هذا التعليل صورة أكثر وضوحاً. إلى موضوعنا، إحنا قلنا العناصر الانتقالية الرئيسية التي تحتل وسط الجدول الدوري التي تعتبر جسر رابط ما بين يسار الجدول الدوري ويمينه، كم وحدة كانت؟
دي 1 دي 2 دي 3. فدي 1 هي السلسلة الانتقالية الأولى الرئيسية. منين تتكون ماما؟ تتكون من 10 عناصر. إذا لاحظوا طلاب معلومة شاملة، كل السلاسل الانتقالية الرئيسية اللي هي دي 1 ودي 2 ودي 3 اللي تحت الوسط الجدول الدوري جميعها شبيهة، تتكون من 10 عناصر. لكن وين عاد الاختلاف؟ الاختلاف بالأعداد الذرية، وإحنا قبل قليل ذكرنا إن العلماء من إجوا يقسموا وسووا الجدول الدوري بالاعتماد على شنو؟ بالاعتماد على الاختلاف بالأعداد الذرية. لذلك حتى أعرف إن العنصر ينتمي إلى السلسلة الانتقالية ديوان الأولى، على ماذا يعني أركز؟ أركز على عدد الذري. الأعداد الذرية اللي تكون أو تبدأ من 21 إلى حد رقم 30، إذا هاي شنو معناها؟ إن العنصر انتقالي ديوان وينتمي إلى السلسلة الانتقالية الأولى. شلون عرفنا؟ عن طريق حفظ العدد الذري. بماذا تمتاز السلسلة الانتقالية الأولى اللي تكون عناصرها تمتلك أعداد ذرية من 21 إلى 30؟ تمتاز بأن جميع الليجندات التي ترتبط بذرة الفلز المركزي في داخل مجال التأين، أو نسميه مجال التناسق، أو نسميه داخل الأقواس الكبيرة كما أشرنا إليه في المحاضرات السابقة، بأن جميع الليجندات تكون ضاغطة عدا الكلور والفلور والبروم واليود والهيدروكسيد والماء، وكما موضح أمامكم. ايش نلاحظ؟ ان الكلور والفلور وهذول الجماعات اللي توني ذكرتها، اذا كان العنصر يمتلك عدد ذري من 21 الى 30، معناته الليجند يكون غير ضاغط للالكترون. يعني شنو غير ضاغط؟ يعني الالكترون يكون منفرد، ما يكون على شكل توينز، على شكل توام او اثنين مندمجين. وبالتالي نلاحظ من يكون الالكترون منفرد الصيغه المغناطيسيه تكون بارا، لكن من حالة الاندماج ماذا يحدث؟ الصيغة المغناطيسية تصبح داية. فإذا لاحظ طلابي الأعزاء، عن طريق العدد الذري من حفظناه قدرت نعرف أولا أنه العنصر ضمن يا سلسلة يقع، وثانيا قدرت أعرف الليجند ضاغط أم غير ضاغط، وبالتالي قدرت أعرف نوع الصيغة المغناطيسية وحيأثر على نوع التهجين، ويأثر على العزم المغناطيسي، ويؤثر على الشكل الهندسي الخارجي لأي معقد ناقصي. ننتقل إلى السلسلة الانتقالية الثانية الرئيسية D2 أيضا الموجودة في منتصف الجدول الدوري. كما هو في حالة السلسلة الانتقالية الأولى تتكون من 10 عناصر، لكن شنو الاختلاف؟ الاختلاف بالأعداد الذرية، حيث ألاحظ في هذه السلسلة تحفظ تكون الأعداد الذرية محصورة بين 39 إلى 48، وبالتالي عن طريق معرفة الأعداد الذرية رأساً أبدي أستنتج أنه هذه العناصر هي تعود إلى السلسلة الانتقالية الرئيسية D2. ولكن ألاحظ الليجندات في هذا النوع من السلسلة تكون جميعها ضاغطة، ومن ضمنها الكلور والفلور والبروم واليود والهيدروكسيد والماء، في حين قبل شوية كما أشرت في حالة الديوان ماذا كان هناك؟ الكلور والفلور والبروم وجماعته كانت غير ضاغطة، لكن سقط هذا الشرط لما وصلنا إلى D2 اللي هي السلسلة الانتقالية الثانية. أما في حالة السلسلة الانتقالية الرئيسية D3 ماذا ألاحظ؟ أيضا تتكون من 10 عناصر مثل زميلاتها اللي هي D1 وD2 أو كما في أعلى. لكن وين الاختلاف ماما؟ الاختلاف بالعدد الذري، وهذا كلش حيفيدني من أشوف العدد الذري 57 72 إلى 80، معناتها هي سلسلة انتقالية رئيسية. بس أقول D3 أقول لك إيش مدريك؟ تقول أنا عرفت أني حافظ العدد الذري، إذا كان من القيمة القيمة معناته إنه D1، وإذا كان من الرقم إلى الرقم معناته D2، وإذا من الرقم إلى الرقم معناته D3. وبالتالي ماذا ألاحظ؟ إنه في السلسلة الانتقالية الثانية والسلسلة الانتقالية الثالثة الرئيسية من D2 وD3 من جميع الليجندات الموجودة في داخل مجال التأين أو داخل مجال التناسق أو في داخل الأقواس الكبيرة تكون ضاغطة للإلكترونات، وحتى من
ضمنها لجندات الكلور والفلور والبروم واليود والهيدروكسيد والماء، وهذا يختلف عما لاحظنا في حالة السلسلة الانتقالية الرئيسية الأولى D1. فهاي ملاحظات مهمة تساعدك من خلالها انه تحل كثير من الامور اللي يطلبها الاستاذ من عندك في حل المعقدات التناسقية. واحد بيكم يسأل يقول ليش هنا في السلسلة الانتقالية الثالثة ليش الرقم 57 مباشرة احنا الى رقم 72، هو مو 57 يأتي بعده 58؟ ارجع واقول لك انه احنا ليش لا سميناها اللانثانات والاكتينات بعناصر انتقالية داخلية، لانه العناصر الانتقالية مع اللانثانات والاكتينات اتداخلت مع الأعداد الذرية للسلسلة الانتقالية الرئيسية D3، لذلك صارت هذا الاختلاف في الأرقام، ولكن عدد العناصر ثابت 10 كان في السلسلة الانتقالية الأولى والثانية والثالثة. طلبتي الأعزاء، إلى هنا ننتهي من محاضرتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل بقية المحاضرة. في أمان الله.